برحب بيكم مشاهدينا الكرام من جديد في التغطية الخاصة بينا على شاشة النيل للأخبار لحفل تخريج الكليات العسكرية. في الحقيقة طبعا القوات البحرية من القوات المهمة جدا، وهي طبعا اللي بتأمن مهنة الإقليمية في الداخل وفي الخارج. في الحقيقة بيسعدنا أن نرحب بسيادة اللواء أركان سيادة اللواء بحري أركان حرب وليد مصطفى عوض مدير الكلية البحرية. برحب بيك يا فندم، وألف ألف مبروك لتخريج الدفعة الجديدة يا فندم. الله يبارك في حضرتك، متشكر يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. سيادة اللواء، عايزين نتكلم عن معايير الاختيار للكلية البحرية، وطبعا هي ذات طبيعة خاصة وتحتاج طبعا يعني شخص حابب للبحر أولا وأخيرا عشان يقدر ينضم للكلية البحرية. طبعا هو طبعا في شروط عامة بتبقى لجميع طلبة الكليات العسكرية، اللي هي يكون الطالب، يعني احنا بالنسبة لنا في الكلية البحرية يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة علمي، إما شعبة علوم يا إما شعبة رياضة، ومجموع ما يقلش عن 70%، يكون كمان من أب وأم مصريين، ويكون هو طبعا متمتع بالجنسية المصرية وجده وجدته مصريين، يكون سنه ما يعديش 21 سنة، يكون عنده شهادة حسن السير والسلوك، يكون لم يسبق له الزواج أو مش متجوز. دي الشروط اللي هي الشروط العامة. أما بعد كده بيخش بقى يكشف طبي. احنا بالنسبة لنا في الكلية البحرية بنطلب يكون نظره 6/6 حاد، وفي اختبار سمات، وبعد كده بيخش يكشف كشف رياضي. بالنسبة لنا طبعا لازم طالب الكلية البحرية يجيد السباحة، بيعوم 50 متر في زمن ما يقلش عن 60 ثانية، وبعد كده بيخش اختبار مواجهة، إذا نجح فيهم وربنا وفقه بيخش اختبار تاني اسمه اختبار طبي متقدم، وبعد كده في اختبار رياضي متقدم. دي اللي هي الشروط العامة أو أسس والمعايير بتاعتها. سيادة الوليد، الدراسة في سنوات الكلية البحرية طبعا هي دراسة ليست في مصر فقط، هي دراسة في الداخل وفي الخارج كما معلوم، يعني عايزين نطلع على الدراسة في الكلية البحرية بقى. الدراسة بالنسبة لنا احنا أساسا الدراسة بالنسبة لنا من ناحية النظرية، سنوات الدراسة بالنسبة لنا 4 سنوات، الكلية في سنة أولى وتانية بتدرس دراسة عامة، سنة ثالثة ورابعة بيدرسوا سواء 4 تخصصات، ملاحة أول تخصص، وتاني تخصص اللي هو المدفعية، وتالت تخصص أسلحة تحت الماء، ورابع تخصص اسمه إشارة. الطالب طبعا في التخصص ده بيدرس تخصص بقى في سنة ثالثة ورابعة، وفي خلالهم بينتابوا بقى رحلات في البحر في سنة أولى وتانية وتالتة. طيب كلمة أخيرة فندم لأبنائك الخريجين لهذا العام. طبعا بهنيهم، بقول لهم ألف مبروك، أنتوا تعبتوا خلال 4 سنين ما بين المذاكرة النظري والتدريبات في البحر عملي. بوصيهم دايما بالقراءة، بوصيهم أنهم يحافظوا على لياقتهم البدنية ويحافظوا على الرياضة، لأن اللياقة البدنية دي مهمة جدا. بوصيهم على الاطلاع على كل ما هو جديد في التكنولوجي، لأن البحريات العالم كلها كل يوم فيها جديد. بوصيهم على الانضباط العسكري، الروح المعنوية المحافظة عليها في أعلى معدلاتها. بوصيهم على جنود اللي هيشتغلوا معاهم، لأن طبعا احنا كلنا عارفين إن الجندي المصري هو خير أجناد الأرض، وبفكرهم دايما وأذكرهم بشعار الكلية الشرف العلم الفداء. ألف ألف مبروك يا فندم، وخلص الشكر والتقدير لحضرتك سيادة اللواء بحري أركان حرب وليد مصطفى عوض مدير الكلية البحرية. شكرا جزيلا يا فندم، وألف ألف مبروك. العفو فندم، شكرا.